الله أعلم. قيل هذا من كلام امرأة العزيز، فإنها لما أرادت الإقرار قالت ما أبرئ نفسي، لأنها كانت شهوتها غلبتها، هي ما تبرئ نفسها من أن أنها تقع في مثل هذا النوع. وقيل هذا من كلام يوسف عليه السلام، لا أراد أن يبرئ نفسه بل أراد أن يبرئه الله وأن تظهر براءته، ولذلك لما جاءه الرسول وهو في السجن وجاءه بدعوة الملك أن يخرج إليه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ما أراد أن يخرج قبل ظهور براءته ظهورا مطلقا، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لكن من الغريب في قصة يوسف هنا أن أهل مصر في ذلك الوقت لم يكن الملك عندهم بالتقدير والاحترام الذي كان في عصر الفراعنة مثلا بعد ذلك، ففرعون بعد هذا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين، لكن هذا الملك الذي قبل ذلك قبل الفراعنة رأى رؤيا فعرضها على الملأ والشعب، فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لم يحترموا شعور الملك. كثير من الناس أهل البلاط لو أن الملك سألهم عن رؤياه لقالوا هذا شيء عظيم وشيء كبير، لكن ما قالوا له أضغاث أحلام. ويوسف طبعا كثير مدة كثيرة، موسى من ذرية لاوي، ولاوي أخو يوسف أخي يوسف ها؟ للعزيز يعلم العزيز وأني لم أخنه بالغيب. نعم ها؟ مؤاخذته على الذنوب، ما أسمع مؤاخذة على الذنوب والعقاب خاص بهذه الأمة أو لا؟ لا كل الأمم، حتى الاستغفار في كل الأمم. المرأة العزيز قال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.